أسعد الله مساكم كل خير جميع ويا مرحبا بكم ومسهلا في فقرة الحصانة. أخوكم سعود الجوز المري، عرفتوه كمتسابق في برنامج سكريبت الموسم الأول، وهو الآن يعيد إنجازاته وتقدمه الجديدة في سكريبت 2. خرجت بكل حزم في سكريبت في الموسم الأول، وها هنا الآن أرجع في سكريبت 2 مقدم لفقرة الحصانة. الله يطول عمرك، الله يمسيكم بالخير يا الربع جميع. أشكر الشيخ إبراهيم الحسين وابنه الرئيس التنفيذي صالح بن إبراهيم الحسين، جعلني الله عند حسن ظنهم اللي حطوني في ذا الموقع. تسألون الطيب، كلكم تسألون عن فقرة الحصانة وعارفين كيف الشغلة، وأنا بعلمكم الحين كيف. كني قد تكلمت مع أحد قبل، فقرة الحصانة أنتوا الأوتسايد صح؟ وأنتوا أكمل مشوارك. من الأسبوع الجاي راح تغير آلية الفقرة، راح تكون يمكن أنت تكون في دائرة الخطر، وبنسبة تصويتك يمكن ترجع لدائرة الأمان، ويمكن تكون في دائرة الأمان وترجع لدائرة الخطر، كلها بنسبة التصويت. راح يتوقف التصويت قبل حلقة فقرة الحصانة يوم السبت القادم. عرفت الطريقة الحين يا شباب؟ الرابع أبوكم تفضلوا معي كلكم. يلا حيهم، مرحبا بكم، مرحبا. وين الأوتسايد؟ كلكم؟ أنتو؟ أنت خروج؟